اهلا وسهلا المتبعين ومشاهدي جريده عبير مباشره من الدار البيضاء وبالضبط من محكمه السناف. معنا هذه مواطنه مغربيه، هذه السيده هذه اللي شرات واحد الشقه ب 50 مليون، دارت واحد العقد ديال وعد بالبيع، من بعد تتفاجئ بان جات تلقى راسها في السجن. تخيل معايا اخويا المغربي في هذا الزمان ما بقاش الحق، انت باغي تشري غير واحد السكنه، باغي تشري واحد المحل باش تستقر فيه انت ووليداتك، حتى تلقى راسك واحد تلقى راسك ملفقين لك واحد التهمه وداخل السجن، مشى لك رزقك وداخل السجن ظلما وعدوانا. المفاجأة شكون السبب في هذا الشيء؟ السيدة غتعاود لينا. اختي السلام عليكم. السلام عليكم. اختي مرحبا بك معنا، عاودي لينا كاين الحقيقة من الأول حتى الأخر، كيفاش شريتي هذا الشقة؟ السلام عليكم. أنا بعدا كاين اليوم والله تا أنا فرحانة اليوم حيت غنحس براسي تا أنا هاد الهيئة اللي هنا في محكمة الاستئناف كنشكرها بزاف. أنا ضحية هشام اللوسكي، أنا أحد ضحايا هشام اللوسكي. من بعد 5 سنين دابا يا كنلقى راسي ضحية هشام اللوسكي، مشى لي رزقي، مشيت نشري غير دار لولادي، كنلقى راسي النوطير ناصب عليا باش يفك الموثيق من جريمة ارتكبها في حقي. أنا مشيت نسني وعد بالبيع، لقيت راسي ثاني اعتراف بيدين وفسخ عقد البيع وخلوني طالعة هابطة في الآخر. مسنياش على الفسخ بالبيع؟ أنا ما قالوا، أنا سنيت وعد بالبيع. وعد بالبيع؟ وعد بالبيع. أنا الموت هما دايرين تزوير، أنا تنصب عليا في مكتب موثيق، أنا تنصب عليا في مكتب موثيق اللي كان خصو يحميني. هذا الموثيق في المحمدية. مشيت نشري أنا غير سكنة لولادي نحيد من الكرة، دابا خلاوني عامرة بالكريدي وطالعة هابطة، ما عرفتش كيفاش ندير ناخد حقي. كيفاش مشيتي للحبس؟ كيفاش مشيت للحبس حيت منين مشيت عند الموثيق لقيته ناصب عليا، وقع شي جار بيني وبينه، سبني عايرني ضربني غوت عليا، جاب واحد العساس كرفص عليا. عندي شهادة طبية فيها 24 يوم اللوسكي ما شافش فيها، أنا تخلى ضربويا بمعنى الكلمة. ومني دزنا في التحقيق عند اللوسكي خرجني من التحقيق، ما خلانيش حضرت في التحقيق، وداروا لي بأني أنا مهجمة على النوطير ما بيني وبينه حتى علاقة، وأنا عندي وعد بالبيع وعندي الشك باش عطياه الفلوس. والحمد لله أنا اليوم جاية غير المحكمة باش نشوف، وانا تلقى هاد السيده خدات حقها، كنتمنى حتى انا ناخذ حقي يا ربي. ها شنو واخده من عند النوطير؟ وعد بالبيع وعطيه الشاك، قالوا لي اجيت راه الوعد بالبيع تسالى، اجيت تاخذي وعد بالبيع تديه للبنكة، لقيتهم دايرين لي فسخ عقد البيع واعتراف بيدين. منين تغاوت معاه في المكتب عطى الفلوس، لقيت بان فلوس شاده عليا اللوس كيفاش هبطني. صيفطوني 6 شهور ديال التحقيق، والحمد لله السيد اللي دزت عنده قاضي التحقيق الله يعمر ليه الدار، نزيه. قال لي يا بنتي هادشي، ملي قلت له شنو واقع لي، قال لي هادشي اللي كتقولي لي ما عنديش هنا مكتوب في الوراق، ما كاينش لا علاقه بداك الشيء اللي مكتوب. ومن بعد كنلقى بان براك مسكين خرجني، ودابا راه عندي جلسه نهار 23 في الشهر، ومازال تابعه شكايه دايرها مشات للفرقه الولائيه، مازال تابعه حقي، بغيت حقي وبغيت نتنصف. انا مشيت 6 شهور وخليت ولادي، انا دابا الوليد صيفطته لبرا يكمل قرايته خايفه عليه، البنيته الحمد لله وكان ما تصابطش مربيه خليتها في السادس، دابا الحمد لله عندها لا ليسونس هذا العام، وداروني باني مرا ما مزياناش. باش مشيتي للسجن باش حسيتي؟ حسيت بحقره حقره حقره، كنت باغا كنقول واش نقتل راسي من هاد الظلم، ولكن كنت كنتفكر لميما الله يرحمها اللي مشات لها الهضره، ضاعت لي امي في طريقهم، وكنت خايفه على ولادي وخفت نمشي لا دين لا دنيا، وقلت اللي عند ربي ما كيضيعش، اللي عند ربي ما كيضيعش، اللي عند ربي ما كيضيعش، وربي يمهل ولا يهمل. يا ربي كيف ما خديتي حق هاد السيده تبين لي حقي تا انا، يا ربي انا ضحيه ديال هشام اللوسكي وموثق فاسد، راه يعطي الفلوس غني حقرو على مرأة ما عندهاش، ما عنديش غير الناس عاونوني باش نشري سكنه لولادي، هما نصبوا عليا وداوها ليا ولفقوا ليا جريمه وصيفطوني للحبس. اختي شكون قلت لك عند هذا الموثق النهار الاول؟ داني واش غير الناس قالوا لك راه موثق مزيان ولا انت؟ لا داني السيد صاحب الشقه صاحبه وهو وياه ناصبين عليا، وجا السيد كيعرف صاحب الشقه تا هو ناصب، تا هو حيت داروا لي اعتراف بدين لصاحب الشقه وباعوها نفس النوطير، باعها لخو
مول الدار. نفس النوطير هو اللي باعها. لا ياخذ فيهم الحق. حسبي الله ونعم الوكيل. بغيت العداله تنصفني ويرجع لي حقي. ماشي العداله تنصفني. ابغي انا مشيت نشري غير سكنه لولادي. لقيت مشيت غير انا قال لي بقيت كنبكي عليه. قال لي سيدنا يوسف ومشى للحبس. قلت له انا بنادم، انا غير بشر ماشي نبي، ما نتحقرش. واش لقاوني مره حقروني ضربوني تكرفصوا عليا. وليت عامره غير قوت شكايته. ضربني الموثق والعساس اللي معاه. ضربوك؟ ضربوني. عندي شهاده طبيه فيها 24 يوم. وديتي بها؟ ديت بها. واللوسكي كاع ما شافها، ما هدرش حتى عليها اللوسكي. ها هي قولي لنا على هاد الشرطه. شوف هادي في المكتب عنده، هاي مخرجها هادي في المكتب. شوف الدم فين فات. هيا عندي كولور انا نشوفها لك. هيا عندي هنايا. ماشي مشكل نبنيو على هذه ولا تبداها هذه. لا عندي غير قلة. لا وحده كولور. شوفها لي تما مع ديك الشهاده الطبيه وداك الشيء وداك السيديات. لا حفظك. قولي لي اختي كيفاش ضربتي؟ عاودي لينا كيفاش. هاي كيفاش ضربتي هنايا؟ كيفاش ضربتي؟ شكون ضربك؟ ضربني الموثق ويوسف العساس اللي ما حضروش. كنطلبهم يجي ما جاش كاع. ما جاش يوسف. والكاتبة اللي قالت لهم شافتني كندير ليسانس كانت خرجات تعيط على يوسف. منين بديت انا كانت غاوت وقلت له اشفار انا نصاب ديتي لي رزقي وهو يشد لي فمي قجني بغى يقتلني وجرني من المكتب للبالكون داخل وجاب يوسف وضربوني وتكرفصوا عليا. واللوسكي منين خدع عليا الفلوس صيفطني تحقيق باني دارني باني تهجمت عليه وبغيت نحرقه بجريمه مو فبراكه. باش طالب يا اختي؟ كنطالب بالعداله. بغيت يا ربي تاخذ لي حقي. شكرا. متابعي ومشاهدي زريت عبير نستودعكم الله في بواشر اخر. تنتمناو بالصوت ديال السيده يوصل الرساله. شكون وصلات بارطاجيو باش يوصل للمسؤولين. الى اللقاء في مباشر اخر.